السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عساكم بخير يا رب. طبعا اليوم راح يكون عنوان هذا الفيديو هل أستناه أم أنساه؟ راح نعرف هل مصالحك إنك تستنى هذا الشخص أو إنه خلاص تنساه. طبعا القراءة ستكون بتاروت أوراكل الحب، يعني كارت ليزونج دو لامور، وطبعا فيما بعد راح تكون قراءة الملائكة كارت اوراكل ريبونس انجليك. بنشوف كروت الملائكة ايش بتعطيكم ان شاء الله فيما بعد ما نخلص القراءة او اخر كل قراءة ان شاء الله. طبعا لا تنسوا انكم تشتركون في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان دائما وابدا يوصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الرحمن يا بنات، والله يسعدكم. تختارون القراءة بحسب الحرف الاول من اسم الشريك ان شاء الله، تجدون الحروف في صندوق الوصف او في اول التعليق ان شاء الله. اول قراءة تختارونها بحسب لون السبحة، السبحة الاولى والسبحة الثانية ان شاء الله. ناخذ القراءة رقم 1، السبحة السوداء، هل انساه ام استناه؟ هل انساه ام استناه؟ نشوف. ترى بعطيكم بكل صدق وبكل رحابة صدر، واللي يبي يتقبل كلامي يتقبل، واللي يبي تتعشم أو ما تتعشم في واحدة ثانية تروح لأي قناة أخرى. هل أستناه أم إنساه؟ حب، نعم. مختلفين أنتم، مختلفين ممكن في العادات والتقاليد، ممكن مختلفين في بعض الأمور، ولكن الحب موجود، في توافق رهيب جدا. يعني ذا الشخص أنا اللي قاعد أشوفه إنه يحبك وصادق معك، لكن العلاقة يبيلها نوع من المجهودات، ممكن من طرفه، ممكن عشان يرضي أهله، عشان يخلوا أهله يوافقون. نعم، احتمالية كبيرة جدا. طبعا أنا بالتأكيد مش حتى احتمالية، إنه ذا الشخص يبي له مجهود عشان يخلي أهله يوافقون. نفس أو ممكن القراءة عكسية، يمكن أهلك مبراضين فبالتالي يبي لك مجهود عشان ترضين أهلك. العلاقة الآن معلقة برضا الأهل صراحة. شفتي؟ بتقولك القراءة اتركي فرصة لهذه العلاقة، laissez une chance à votre relation، travaillez sur votre couple. يعني هنا لازم تشتغلون شوي على هذا الثنائي. يعني العلاقة أنا أشوفها فيها حب، ولكن تتطلب إلى بعض الإفاغ، يعني ما بينك وما بينه، يعني المجهودات بينك وبينه، حب بدون شروط. ولكن شوفوا، اللي يحب يتنازل، واللي يحب يتسامح، واللي يحب يشيل العند. انتم عندكم طاقة عند، انتم عندكم كل واحد يفكر في نفسه، منو اللي بيبادر، منو اللي بيتواصل. يعني طريقة العند هذه مخليتكم متشابكين، مش قادرين انكم تاخذون خطوة جدية. يعني بدل ما ندخل في أمور ثانية ونتكلم عن أمور ثانية، أمور مثلا العلاقة، كيفية إقناع الأهالي، لا، انتم بتروحوا تصيرون ايش بتسوون؟ تروحوا يعني تتهاوشون على أشياء تافهة مع الأسف. يعني تسيبون الصحيح وتروحوا تشوفون الأشياء اللي مو بنافعة. أوكي، يعني هنا أنتم طاقة العند مأثر فيكم جدا. هل هم توأم روح أو توأم شعلة؟ لا إله إلا الله، سبحانه اللي كنت من الظالمين. أنتم تحبون بعض؟ لا، أنتم توأم روح، انتم تحبون بعض، انتم تكملون بعض. شوفوا، انتم ما يقدر واحد فيكم يستغنى على الثاني. علاقة متكاملة، يعني انت بدونه ولا شيء، هو بدونك ولا شيء صراحة. يعني اوكي، فانا اشوف كأنك تعرفي، كأنه الرجل هذا تعرفينه من قبل ما قبل الحياة. يعني حسيتي كأنه الرجل اللي اتمناه قلبك، كأنه الرجل اللي فعلا يعني هذا هو، يعني كانك تقولين هذا هو اللي كنت ادور عليه طول حياتي. فهنا في توافق، اوكي، لكن المشكله تحسي نفسك طفله معه، تحسي نفسك بيبي معه. المشكله انه في اشياء، يعني دي بروبليم فاميليو، يعني هناك مشاكل عائليه ما بينك وما بين ذا الشخص. يعني لازم انكم تشتغلون على رضاء الاهل، او انه في شيء ثاني. يمكن احتماليه انه ذا الرجل يكون مطلق او عنده مشاكل في العائله، وانه ما اعرف، في شيء كذا مخربط صراحه، المكهرب للقراءه، في شيء هنا مخرب لي القراءه، مخرب لي مزاج القراءه الصراحه.
يعني ممكن احتمالية هنا بعد ما سحبت الكارت انه الرجل هذا يكون مطلق او متزوج او عنده عيال او عنده حرمة وراه في شيء. اوكي في كيمياء بينكم، في كيمياء بينكم، نعم تستنيه ولكن تراعون ظروف بعض ولا تعندوا على بعض وتحاولوا انكم تفهمون انتم ما نقصكم وما زايدكم، ما لكم وما عليكم. العند ما راح يجيب لكم نتيجة، بالعكس راح يغرق العلاقة أكثر، بالعكس راح يخليكم متبلكين، انتم اوريدي متبلكين. يا إما هنا تسوون شيء حق رضاء الأهل اللي يبي طبعا يبي يتواصل معي هلا ومثلا فيكم جميعا، هنا يا إما تشيلون البلوك الموجود بينكم ما بين ذا الشخص وتسوون تسير في أمور وفتح قسمة النصيب والزواج بينك وبينه، أو إنه إذا فعلا بينك وبينه عدم موافقة الأهل فجيبين الأسماء الغير راضية إن شاء الله وبيوافقون في ظرف مدة 40 يوم على أقصى حد. إذا هنا في مشاكل مثلا ممكن حتى في طاقة سحر والله ورسوله أعلم، بس هنا ممكن في شيء مربطكم، ممكن في طرف ثالث بيسحب ذا الشخص منك، هنا في شيء مخرب للقراءة يعني الكروت حلوة حلوة بس من بعد قاعدة تعطيني شيء مقفل مقفل مش مخليكم انكم تتحركوا، مش مخليكم انكم تمشون، ممكن في سحر او تجديد سحر او حاجة مخربة العلاقة. فاكتوري ليجو شوف يا قلبي الرجل هذا يحبك وصادق معك بس عنده شوية طبع زبالة، معلش الله يكرمكم، ممكن ان الرجل هذا يعني يختفي غامض. اوكي تحبون بعض صح، يحسك توأمه صح، بس احيانا قاعد اشوف انه لا تزعلين مني بس طبعه شوي حاد يعني غامض، ممكن انه يختفي لك شوي بعدين يرجع يتواصل معك. الطريقه هذه مزعلتك الصراحه، الطريقه هذه مزعلتك شوي، محتاج اني اعبر بس عن الحب. هو يحبك وهو صادق لكن انت اكثر معبره اكثر في الحب، نظراتك معبره اكثر، فاضحه اكثر، كل حاجه. انا اقول لك استنيه، في شغف، في حميمية، في جنس، في حب، في محبة، في صدق، في صادق، هذا 100% صادق معك، ولكن اللي مخفيه عنك هو ممكن عدم رضاء الأهل أو ممكن الظروف اللي قاعد يمر فيها صراحة للأمانة يعني. أوكي تبين تصبرين على ذا الشخص، أصبري أصبري أصبري، ما شاء الله كروت حلوة جدا 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 جدا. تقول لك القراءة فيتا نفاق يعني من الأخير يعني، أنتم سووا مجهودات في ذي العلاقة عشان يتجدد الحب، عشان يكون بداية حب جديدة مع ذا الشخص، عشان تتجدد المشاعر، في انجيجمنت هنا، في حب، لكن حاولوا انكم تصبرون على بعض. امور نو ريسيبروك يعني حب بدون شروط، الرجل هذا يحبك وطالب يدك ولكن لولا الظروف كان يتقدم لك على السريع، بس المشكلة في حاجة، ممكن تكون سحر، ممكن تكون طرف ثالث، ممكن يكون عائلة، مشاكل عائلية، عدم موافقة، هذول الأربعة الأشياء إذا موجودات أنا بضبط لك إياهم طبعاً. أوكي بالحجز، وطبعاً في ناس كثيرة تقول لي مجاني، حبايبي ما في مجاني يا عمري، أنا يعني المجاني يكون فقط في المسابقات، إذا ما أدري في واحدة مثلاً والله العظيم استغربتنا يعني تقوم ترسل لي مثلا خلصنا احنا القراءة وكل حاجة تقوم ترسل لي سؤال بعدين يقول لي لا والله نسيت في سؤال ثاني، انتهت القراءة وانا اصلا كريمة في القراءة يعني مثلا مدتك 40 دقيقة انا ارسل لك 50 دقيقة ارسل لك يعني انا وين اكمل قراءتك توصلك يعني وين مش مو بالتوقيت لا بس بحسب ما يطلع من وين، كل ما تطلع الكروت اكثر كل ما انا ازودك في القراءة بدون مقابل، لكن ان تجيني تقولي لي مجاني في الواتس لا يا عمري ما في مجاني. اوكي فقط في المسابقات ان شاء الله بتنزل لكم العشرون قراءة مجانية بعد الفيديو. خلينا ناخذ نصيحة الملائكة لذي المجموعة، هذه المجموعة نصيحة الملائكة لكم الله يسعدهم. نعم نعم سبحان الله نزلت كذا، إذا تفكرون إنه ذا الشخص بيكون نصيبكم وزوجكم تقول لك القراءة يس، أوكازيون فافورابل، هذه فرصة ذهبية لكم والعلاقة ستتحسن، الوضعية هذه ما راح تتم على كذا، لا سيتياسيون فا سيميليوري، يعني الوضع سيتحسن، نعم
ولكن سا ديبوند فو. يعني القراءة تقول لك القرار راجع لك ترى، إذا كان تقبلين ذا الشخص ولا لا. ما أدري ليش الكروت كانوا مقلوبات صراحة، كأنهم رسالة لكم، ولكن خليني أقول لكم إنه ربي رايد لكم الخير إن شاء الله، والرجل هذا يحبكم، ولكن استعونوا على هذه العلاقة عشان تتحسن. انتظروا إشارة، أتنضيفوا أنسين، يعني انتظروا إشارة، إشارة من الله أو سعيا منكم وإشارة من الله فيما بعد، الله أعلم. ولكن الله يكرمكم من خيره الواسع إن شاء الله. خلصنا قراءة رقم واحد، الله يسعدكم يا بنات، شكرا لكم، ولا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم دائما وأبدا كل جديد. وناخذ القراءة رقم 2 إن شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم أنا أهم شيء عندي الصدق في القراءة، يعني طلع يحبك ما طلع يحبك أنا ما لي دخل، المهم اللي بيطلع في الكروت أقوله لك. أوكي، أنا لف الدوران عشان أجيب نسبة مشاهدة وعشان أجيب لايكس ما نبغاها، أنا أبغى الصدق والتمام بس. هل الرجل هذا صادق مع هذه البنت أو لا؟ هل صادق؟ هل تستناه أو تنساه؟ هل الشخص اللي في بالها بيكون حلالها أو لا؟ هل الحبيب بيكون نصيب أو لا؟ تحبينه، تموتين فيه، بس في طاقة سلبية مسيطرة عليكم. توأم روحك هذا، تحسي إن توأم روحك، تحسي ان ذا الشخص ممكن انكم يا اما في بينكم انفوس، يعني في بينكم طفولة، حب الطفولة، هذا ممكن انه يكون حب الطفولة، او الرجل اللي تمنيتي انك تجيبين منها عيال، او الرجل اللي تمنيتي تجيبين منه عيال. اوكي، طيب شوفي، تحبين ذا الرجل صح ولا لا؟ وتحسين انه قريب من روحك، قريب من قلبك، وتحسين ذا الشخص انه يحبك، ولكن وناوي الزواج، وتحسين كأنك تعرفيه من قديم جدا، يعني كأنه شيء روحك التأمت مع روحه. حتى لو في بينكم اختلافات موجودة الصراحة، في بينكم اختلافات، بس لحظة اشغل المكيف، بسم الله راح اصدق. لا اله الا الله، سبحانه اللي كنت من الظالمين. قلت لكم يا بنات الله يسعدكم ان شاء الله، انه ذا الرجل روحك التأمت مع روحه، حسيت في توافق رهيب جدا. اوكي، يبي يتزوجك، هذا يبي يتزوجك، ممكن غلط في حقك شوي، يبي يراضيكي. اوكي، في كارت ايش هذا؟ كارت الزواج، كارت الأمومة، كارت الحب، كارت السعادة، توأم الروح، يعني الرجل هذا بيكون نصيبك بإذن الواحد الأحد، هذا هو نصيبك، هذا هو نصيبك إن شاء الله. متقدم لك ويبيكلم أهله، أوريدي عنده التفكير إنه يكلم أهله، عند التفكير انه يتواصل معك ويتواصل مع اهلك كذلك نفس الشيء. تقول لك القراءة خلي صديقاتك يساعدونك او خلي اهلك يساعدونك في اخذ القرار، ما ادري ليش، بس انا قرار الزواج طبعا الواحد ياخذه بروحه صراحة، لكن ما ادري القراءة هذه تقول لي لا، تقول لي ياسمين البنت هذه لازم انها تاخذ مساعده من صاحباتها او من اهاليها، او ممكن حتى مني انا، يعني مثلا تيجي تتواصل معي، والله انا تقدم لي رجل اسمه كذا كذا كذا، فانا عرفت شلون، يعني ممكن هي نعم اسوي هذا، بتكون بقراءه الفي اي بي، يعني قراءه الفي اي بي بكشف حساب الروحاني من خلال تاريخ ميلادك، تاريخ ميلاده، او من اسمك واسمه فقط، او من اسم والدتك واسم والدته، او من اسم والدتك فقط، يعني اسمك واسم والدتك فقط نكشف على الموضوع. بس اللي اريد اقوله لك الان انك محتاجة الى بعض النصائح ممكن، او انه اقول لك ايش محتاجة. الرجل هذا ممكن يكون يسكن في دولة اخرى، فبالتالي بالضروري انك بتسألي على محيطه، او تسألي عن الاشخاص اللي في ديرته او الاشخاص اللي في بلده، او ممكن تسألين عن عاداتهم وتقاليدهم اكثر. اوكي، فصاحبة هذه المجموعة قاعدة اشوف ممكن احتمالية انها تبي تجمع معلومات عن ذا الشخص، او تبي تعرف عن محيطها الاجتماعي اكثر، فعشان كذا انا اقول لكم انكم محتاجين انكم تسألون اصدقاء وصديقات. مثلا 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 الان ذا الرجل مثلا نقول احنا انه مثلا انت اماراتيه وهو سعودي، اوكي
والله انا يعني ابي اني اشوف عليه يعني مثلا هو وين باي منطقه، خلينا نقول انه هو بالرياض. اوكي انت ما تعرف ما عندك فكره على الموضوع، فانت كاماراتيه ما عندك فكره مثلا على الرياض او عاداتهم وتقاليدهم، فودك تسالين مثلا كيف عاداتهم كيف تقاليدهم، وين هالمنطقه هذه، ايش في ايش ما في، فهمتي يعني؟ عشان كذا محتاجه انك تسالين بعض الاشخاص، او محتاجه انك تجمعي المعلومات قبل تدخلين في مراحل الزواج او في ترتيبات واجراءات الزواج، لانه اوريدي الرجل هذا جاهز يبي يتزوجك، صادق حنون محترم، روحك التأمت مع روحه. انا ما اقدر اقول اكثر عن كذا. قراءه جميله جدا على فكره، تقولك القراءه اتخي بيانتو، يعني في القريب العاجل جايك من الباب الكبير ابن الناس، ورايد الزواج ان شاء الله، رايد الزواج ورايد الخير. بس بقول لك شيء، في عنده حرمه تلاحقه، في عنده حرمة تلاحقها وتحاول ان نقول احنا يعني تسيطر، او تحاول انها تدخل في حياته، او ممكن تحاول انه ما ادري، بس في حرمة موجودة تلاحق ذا الشخص، ولكن هو مو برايدها صراحة تمام، او ممكن انه سبق له الزواج والارتباط، ممكن سبق له الزواج والارتباط، لكن انا اشوف انه يبي يرتبط فيكي conversation cœur à cœur، يعني بيكون في بينك وبينه مكالمة أو رسائل من القلب إلى القلب. discuter honnêtement de vos sentiments à votre partenaire، يعني هنا تقولك القراءة تكلمي بوضوح وبكل تلقائية وعبري عن مشاعرك لشريك حياتك. اوريدي هو بيعبر لك، اوريدي هو بيتكلم لك، اوريدي هو بيصارحك بمشاعره وبقلبه ايش اختار، عرفتي شلون؟ فامورك طيبه يا قلبي. اوكي اتراكسيون، في الاتراكشن، في الكيمياء اللي بينكم، اشوف انه كريم جدا، معطاء جدا، محبوب جدا، حبيتي روحك معه، حسيتي نفسك طفله، حسيتي نفسك زي البيبي يعني. اوكي حسيتي بنوع من نقول احنا الحب، ومن حقك. عندك اثنين بنات حسودات، الله يحميك من شرهم يا رب، من شر عيونهم الحاسده اللي ما تذكر الله. خلينا نشوف رساله لكم الان. لمامو ايديال، هذه هي اللحظة المناسبة انك تدخلين في علاقة، او انك تتزوجي، او انك يعني هذه سنة زواجك راح تتوازني. اذا كان وضعك المادي او انك مكرسة حياتك على طول للعمل، فحان الوقت انك تتوازني ما بين العاطفة وبين العمل، تتوازنين ان شاء الله في الأشهر الجاية زواجك إن شاء الله. أشهر الجاية زواجك، قراءة جميلة جدا، عندكم طاقات استشفائية، طاقة حب وطاقة شفاء، amélioration de l'état de santé، يعني أشوف إنك أنت متشافية إن شاء الله من الطاقات السلبية. communiquer clairement، يعني تكلمي مع هذا الشخص بالوضوح، لا تخجلي، لا تتوقفي عن التردد، بالعكس كوني إنسانة واضحة، والرجل هذا واضح. اوكي على فكره ظروف الماديه جدا طيبه، يعني تقول لك القراءه انه الرجل هذا ظروف الماديه جدا طيبه، ممكن انه يساعدك في بعض الديون، ممكن يخفف لك بعض الديون اللي عندك، الله ورسوله اعلم، بس انا اشوف ان ظروف الماديه جدا طيبه، وراح تعيشين بس يعني بالهدوء والسكينه والرخاء والهدوء والسعاده، كل ما أوتي من خير وبركة لحياتك إن شاء الله. عسى ربي يحفظكم ويعطيكم ما تتمنون يا رب العالمين، نسأل الله أنه يحفظكم جميعا ويرزقكم من خير الله الواسع. شكرا لكم، وخلصنا القراءة رقم 2. طبعا لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان دائما وأبدا يوصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الرحمن، وإلى اللقاء.